السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ دلوقتي بقى الجزء بتاع الاندكتور. احنا كده يا شباب اتكلمنا خلاص عن الجزء بتاع الهوت وير اميتر، واتفقنا ان الهوت وير اميتر ده بيقيس الكرنت الافكتيف وبيقيس الاي سي او الدي سي. هنبدأ بقى نتكلم ان احنا الاي سي سورس بتاعنا ده ممكن يتوصل مع كذا كومبوننت مختلف. كومبوننت مثلا وتعالى نسميه اكس كده، وتعالى بقى نتكلم ايه هي انواع الكومبوننتس المختلفه اللي ممكن الراجل الجميل ده ايه يتوصل معاها. اول حاجه ممكن يتوصل مع ريزيستنس، يعني كومبوننت اكس ده ممكن يبقى ريزيستنس. الحاجه التانية ممكن يبقى اندكتور. الحاجه الثالثه ممكن يبقى كاباستور، واحنا لسه هنتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي. الحاجه الرابعه ان هو يتوصل مع ميكس من الثلاثه، ميكس اوف ذا ثري كومبوننتس، خلاص يبقى ايه ممكن يتوصل مع التلاتة. هنبدأ بقى قصة واحد واحد. هنبدأ طبعا الأول بالريزيستور، لأن ايه دي قصة سهلة جدا وبسيطة. فايه هنبدأ بالقصة دي الأول، يبقى الكونكشن بتاع مين؟ بتاع الاي سي سورس مع مين؟ مع الريزيستور. قال لك تعالى ايه نشوف حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة اللي احنا عايزين نشوفها؟ قال لك تعالى نفترض ان والله الفولتج شكله عامل كده، يعني مثلا الفولتج والله شكله عامل ايه بالمنظر ده كده، تمام كده. او تعالى ايه ثانية واحدة، هنبدأ نتكلم ان احنا عندنا ايه الاي سي سورس اهو. تعال نرسم دايما الاي سي سورس يا شباب بالاحمر احسن، ونخلي الايه الازرق للكذا. تعالى مثلا نقول ان ده شكل الايه، ده شكل الاي سي سورس، ده الفولتج، ده شكل الايه الفي مع التايم او مع الثيتا ايا كان. يعني طبعا احنا عارفين حاجه مهمه جدا، الا وهي ان الايه ان الفي ايكوال الاي في الار. فضامن في ايكوال اي في الار، فده معناها ان لو الفولتج بزيرو الاي هيبقى بزيرو، لو الفي ماكسيمم عشان الار دي كونستانت فدايما الفي هتبقى مالها دايركت مع الاي، فلو الفي زيرو الاي هتبقى بزيرو، ده ماكسيمم ده هيبقى ماكسيمم وهكذا. فلو عايزين نرسم مثلا رسمة الاي هنلاقي ان شكل الاي عامل ازاي، عامل كده اهو برضه، عامل ايه واخد نفس الشكل بالظبط، الاتنين ماكسيمم مع بعض، الاتنين زيرو مع بعض، الاتنين ايه ماكسيمم مع بعض. وده هيوجهنا لسؤال مهم جدا، بيقول لك ان ده كده معناه ان التو سيجنالز دول او ان الفي والاي مالهم ان سيم فيز. ان سيم فيز، حد يسألني يقول لي يعني ايه ان سيم فيز يا مستر؟ ان سيم فيز يا شباب معناه ان الاي والفي بيبقوا زيرو مع بعض، وبيبقوا ماكسيمم مع بعض، بيبقوا بوزيتيف مع بعض، بيبقوا نيجاتيف مع بعض، يعني بيبتدوا وينتهوا مع بعض. طب ده ازاي نمثله؟ قال لك في طريقة تانية غير التمثيل ده، يعني دي احنا عايزين نعمل ريبريزنتيشن للاي والفي مع بعض، هنعمل لهم ريبريزنتيشن بالشكل ده، ان انا ارسم الكيرف الاولاني وفي الكيرف التاني. قال لك بقى في ايه، لا شكل تاني، حاجه اسمها الفيزر دايجرام. الفيزر دايجرام ده يا شباب هيكمل معانا بقيه الشابتر. ايه هو الفيزر دايجرام ده بقى؟ الفيزر دايجرام بيقول لك تعالى نمثل ان احنا مثلا عندنا كده الاي بالمنظر ده، يعني تعالى نرسم ان الاي عباره عن فيكتور في الاتجاه ده كده اهو، ده الاي. قال لك شكل الفي هيكون شكله عامل ازاي؟ هل هو عامل انجل مع الاي ولا في السيم فيز مع الاي؟ رغم في السيم فيز مع الاي يبقى كانهم تو فيكتورز بارلل، يبقى كانهم تو فيكتورز مالهم بارا، عندهم نفس الايه نفس الايه نفس الـ نفس الفيز نفس الانجل، يعني الاثنين بارلل مع بعض. اما لو الاثنين مش بارلل مع بعض، يعني تعال مثلا ندي مثال، تعال نفترض ان انا عندي كيرف مثلا بادئ من هنا وكيرف تاني بادئ من فوق كده وبينزل كده. قال لك بص تعالى كده نفترض الافتراض ده، يعني هنلاقي ان في واحد بيبدأ من زيرو والتاني بيبدأ من الماكسيمم، يعني كأن في واحد من سابق التاني بايه ب90، صح؟ كأن في واحد من سابق التاني بايه ب90، صح ولا لا؟ ليه؟ لان لو انت كملت الكيرف ده كده، تعالى بس ندي التكملة بأي لون تاني عشان تاخد بالك اهو، لو الكيرف ده كده كملناه لورا هتلاقي شكله عامل ازاي، كأن كان في 90 ديجري موجودين، كأن ده
واخد بالك الجزء ده كده، ده عمل نفس الحركة دي بس من 90 ديجري، ايه من شوية يعني، كأنه بدأ قبليه ب90 يعني، مسابقه ب90، مسابقه ب90 ده يعني. تعالى نفترض هنقول ان لو ده مثلا الكيرف الاولاني اللي هو ده كده، ده اسمه مثلا يعني اكس، والكيرف ده مثلا اسمه واي. الكيرف الاولاني اللي هو الاكس ده اهو، تعالى بقى نقول الواي فين، الواي مسابقه بكام، مسابقه ب90 ديجري. ده اللي رسمنا واحد لفوق كده وواحد ايه نايم على الارض، ليه؟ لان في واحد مسابق التاني. طب تعالى نفترض ان الاكس والواي دول كانوا يبتدوا مع بعض وينتهوا مع بعض، كنا نرسمهم بالشكل ده، الاكس كده والواي كده. تعالى يا عم نفترض ان الاكس هو اللي مسابق الواي، مسابق الواي. يبقى انا لو هرسم الاكس كده مثلا، كنت هرسم الواي ازاي؟ هرسم الواي لتحت عشان الاكس مسابق الواي، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي ايه كده يا شباب، عندي الاكس لو هو ناحية اليمين مثلا كده زي ما احنا اتفقنا، والاكس ده مسابق الواي، يبقى انا هرسم الاكس مسابق الواي، يبقى الواي ده ايه كأنه لتحت كده، كأن الاكس مسابق. خلاص حلو جدا. تعالوا نرجع للجزء بتاعنا اللي احنا عايزين نخرج بيه من الجزئية دي يا شباب، الرسمة دي نهايلايت الرسمة دي كده اهي، عايزين نعرف الرسمة دي ان في حاجة اسمها الفيزر ديجرام، وان البي والاي عندهم حاجة اسمها سيم فيز اهو، سيم فيز خلاص، نو فيز ديفرنس. فيز دي يا شباب يعني انجل، يعني مفيش واحد عامل انجل مسابق التاني، نو فيز ديفرنس خلاص. و هنا نرجع برضو الكيرف ده، ان لو الاي ده شكله البي هيبقى ايه في السيم دايركشن، او لو رسمنا من ده البي هيبقى الاي ايه في السيم دايركشن كده، او واخدين نفس الشكل بالظبط. وده الجزء الاولاني بتاع الفي، لو الفولتج سورس بتاعنا وصلناه مع الاور. شكرا.